ليا وصلنا لمساحتنا الطبية لليوم، رح نحكي عن السمنة التي تعتبر أو بيعتبروها القاتل الصامت، بتتسلل لحياتنا بغفلة منها، ثم يتعاظم وجودها ليسيطر على حياتنا وخياراتنا. تتفاقم المشكلة لتؤثر على نفسنا، بل على نجاحنا المهني العاطفي الاجتماعي، حتى بس نطلع هيك على المراية ونشوف لبسنا ومظهرنا. أكيد السيدات سالي بتلجأ لإجراء عمليات بتخص البدانة لحتى تنزل الوزن، سواء من خلال تقليل امتصاص الطعام من المعدة أو الأمعاء. بكتير من العمليات، منها يمكن البالون، منها الطي وغيرها من العمليات، حتى نتعرف أكثر عن فائدة هاي العمليات وعن مضارها وما بعد العملية، شو لها آثار جانبية متوقعة. بصيرنا نرحب بالدكتور راني خجو، اختصاصي بجراحة عامة. صباح الخير دكتور راني. صباح الخير، يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، يسعد صباحك. يا اهلا وسهلا، صباح الخير. انا جراحه تجميليه. ايه اكيد، مع جراحه تجميليه رح نبدا. ولكن مثل ما بنشوف هيك صارت موضه عمليه الشفط، عمليه قص المعده، بغض النظر عن العواقب يلي عم تتعرض لها السيده او الرجل، بغض النظر عن الجنسين، خلينا نحكي بدايه عن هدول العمليات وعن انتشارها بهذا الوقت. صحيح، هلا بالوقت الحاضر كتير صار في انتشار، سواء كان لعمليات البدانه اللي مثل ما ذكرتوا حضرتكم بالبدايه، عمليات السمنه، وفيما بعد عمليات المتابعه لعمليات جراحه البدانه اللي هي بتدخل ضمن منوال الجراحه التجميليه. هلا عمليات البدانه دائما احنا المراجع اللي بيكون في عنده سمنه زائده او مفرطه، اللي بيكون عنده الهاجس الاكبر انه انا بس اخلص من السمنه عندي او الوزن الزائد حادخل بمجال الحياه وحيكون عندي ما في اي مشكله ثانيه، فدائما بيفكر بمرحلة دخول العملية لأنه بعدها حيكون عنده الحل. لكن أبدا ما في حدا أو قليل من الناس اللي بتفكر أنه أنا ما بعد العملية شو بدي يكون عندي. يا ترى حأخذ النتيجة اللي أنا متوقعة ولا لا، حيكون في عندي نتيجة تانية ممكن تكون سلبية أكثر من ما قبل البدانة، ولا ممكن تكون لا مناسبة لي. هاي النقطة أنا بعتبرها كمان نقطة مهمة، لأنه لها انعكاس حقيقة سلبي أحيانا نفسي على الشخص، بمعنى انه بيدخل على العمليه وهو مطمئن انه انا كثير حيكون الوضع جيد، بيتفاجئ فيما بعد العمليه وفيما بعد الشفاء، مرحله الشفاء في عندي مشاكل تانية صارت، مثلا مثل ترهلات الجلديه اللي صارت، مثل نقص مثل نقص الفيتامينات اللي بتصير، مثل البشره الجافه، كل هي بتطلع كمان مواضيع سلبيه. هلا باي عمل جراحي في عنا نواحي ايجابيه ونواحي سلبيه، فلذلك نحن بننصح كل حاله تندرس لحالها، يعني ما بنقدر نحكي بالعموم انه انا جراحه البدانه هي جراحه جيده او هي جراحه سيئه، لا، هي كل حاله بحال، او جراحه التجميل هي كلياتها جراحه جيده، لا، حسب الحاله الموجوده. فبالتالي الشخص لازم بالبدايه يكون في عنده محاكمه مع الاطباء، مع طبيبه، او يراجع اكثر من طبيب لتقييم الحاله، وينتبه للنواحي السلبيه ويتقبلها شوي شوي نفسيا لحتى يقدر يحصل على الشيء اللي بده اياه. نعم دكتور، خلينا نحكي بناحيه كثير مهمه، سلوك الحياه اليوميه لكل شخص. يعني قبل ما يعمل العمليه هو انسان بعيد عن الرياضه، هو انسان صحيح. يمكن كثير بياكل فاست فود، بعيد عن المي، هدول هذا السلوك قديش لازم قبل العمليه انه يتبع نظام غذائي صحيح وسليم، وما بعد العمليه انه يستمر بهذا الشيء. المشكلة الأساسية أنه الأشخاص اللي بيعانوا من البداني في عنا مشكلة قبل كل هدول، هي الإرادة. إذا نحكي الواقع، إذا ما كان في حيكون في إرادة ما حيقدر كتير، حيستفيد بعد أكيد بالعملية لكن ما بياخد الاستفادة القصوى. بنرجع للموضوع، كان في مثلا محاولة أنه تنحيف وزن، أكيد في عنا موضوع الحلويات، موضوع الحمية الكبيرة اللي حتكون، موضوع الشوكولا والحلويات كتير مهم، محاولة تخفيف الوزن قدر المستطاع ما قبل العمل الجراحي. كثير ناس تقول لك طيب اوكي انا وزني 120 كيلو بدي اروح على العملية، لا ما حاعمل حمية، حاكل اكل اكل. حقيقة لا، هذا حتى له انعكاسات سلبية وتأثيرات ومضادات استطباب اثناء العملية. لذلك قد ما قدر الشخص ما قبل العمل الجراحي ينزل الوزن ويعمل حمية ويتبع رياضة، ولو كان معدته على مية، ولو كان بالمينيموم رياضة، ما انا طالبين منه انه يكون في عنده رياضة قاسية او مثل الرياضيين، هذا كله بينعكس ايجابا عليه ما بعد العملية.
نعم دكتور، دائما بيقولوا أو متعارف عليه أنه العمل الجراحي هو آخر المراحل اللي بيفكر فيها الطبيب تجاه مريضه، فأحيانا بيجوا المرضى مستعجلين زيادة فدغري بدهم يفوتوا على العملية ويحصلوا على جسم الرشيد. صحيح. قديش هيك لازم أنه يكون في حوار بين الطبيب والمريض، أنه أنت إذا عملت شوي دايت أنت ما تعرض حالك لهذا الشيء الجراحي اللي أنت مفكره كتير سهل أنه أنت تتخدر ونحن نشتغل ونقص ونعمل ونشفط. قديش مهم انه يكون في حوار ننصح المريض في عالم احيانا ما بحاجه بس انه هيك بدها تعمل نحت. صح ليا، مزبوط. حتى الفكره اللي عم تقولها ليا انه بس مجرد انه هيك او غيره ايه هيك شويه زوايد، قديش مهم انه يكون في حوار. تفضل دكتور. بالمجمل كلامك صحيح ودقيق 100%. في كتير ناس وخصوصا خلينا نحن نقسم الاوزان، لانه بجراحه البدن دائما عندي مشكله الاوزان اللي ما فوق 100 كيلوغرام والأوزان ما فوق 120 كيلوغرام والأوزان اللي ما تحت 100 كيلوغرام. دائما دائما الأوزان اللي بتكون البدينين ما فوق 100 كيلوغرام وال120 دائما توجههم نحو العملية قولا واحدا، لأنه الإرادي مثل ما ذكرنا بتكون عنده كتير معدومة وباعتقاده أنه العملية كتير سهلة، وإذا أنا عندي خيار العملية واضح وصريح. دكتور بيرجع بياكل أضعاف بعدها. تماما، انا عم بحكي كيف فكر الشخص بيكون ما قبل العمليه. تماما، باعتقاده انه انا هلا بروح على الدكتور بتفق معه على عمليه وخلص، ليش انا بدي اعذب حالي وادخل بموضوع رياضه وكل هالقصص. تماما، لا الحل الحقيقه الأسرع. لا على الحل الاسرع. صحيح. لا الحقيقه لا، اكيد لا، اكيد مثل ما حكيت ذكرتي حضرتك، اذا في دائما الطبيب اللي حيتابع مريضه وبيريد مصلحه مريضه والمصلحه ضميره بالدرجه الاولى بيحط خيارات المحافظه ما قبل العمل الجراحي. لكن الطبيب بيصطدم او جراح البداني بالدرجه الاولى قبل ما نحن نكون كجراحين تجميل، جراح البداني بيصطدم بواقع انه المريض غير متعاون، يعني بياخذ محاكمه الطبيب، المريض عندي غير متعاون واعطيته فرصه واثنين وثلاثه، فما صفى قدامي خيار غير انه انا اشوف اذا هو مناسب للعمل الجراحي او لا. كيف يعني؟ هلا بينتقل لمرحله ثانيه الطبيب، انه انا رح قيمه من ناحيه الحاله العامه، وضع التحاليل العامة للجسم، الحالة القلبية، صفة حيتم دراسة المريض من هالناحية، إذا كان مناسب حيحوله على العمل الجراحي. نعم. يعني المقصود من الكلام هي بتاخد مع الطبيب عدة مراحل، لكن مثل ما بقولوا بيحرقها المريض بيحرقها أو الشخص اللي جاي يعمل العملية. هلأ بالنسبة للأوزان اللي تحت 100 كيلوغرام أنا معكم 100% أنه لازم ينعطوا فرصة أكبر بكتير من أنه نروح على عمل جراحي. لأنه مثل لما نرجع للنقطة اللي بدينا منها أنه بيكون الشخص غير واعي انه انا ممكن الترهلات الجلدية اللي تصير عندي تكون مشوهة اكثر من الحالة البدانية الموجودة. الموضوع الاساسي كتير بيعتقدوا انه هو الموضوع الترهل الجلدي حيكون انا يلا اوكي بالبطن، بس حيكون بطن، لا، بيتفاجأ انه الترهلات الجلدية بتبلش من العضدين للبطن للثديين للفخذين فالجسم كامل، وبيتفاجأ انه انا بدل ما اكون بعملية بداني وحدي مشان تنقيس الوزن صفيت حادخل باكثر من عمل جراحي بجراحة تجميل، لانه هدول كلهم ما بيصيروا بعملية وحدة. صحيح. فبالتالي حيعرض نفسه او نفسها طبعا لاكثر من عمل جراحي بجراحة تجميلية فيما بعد. فهي النقطة نحن كنا عم نحكي انه لازم الشخص يبدا المشوار من البداية، يفكر فيه من البداية للنهاية وياخذ قراره فيما بعد. نعم. دكتور خلينا نحكي عن الحالات الخاصة يلي بتصيب المريض ما بعد العملية، يعني في كتير عالم ممكن ترجع تنصح مثل قبل وأكثر، في كتير عالم تضل سنين ما تقدر تاكل غير كمية صغيرة. صحيح. نحن بنعرف انه العاملين عملية ببطنهم او شيء بياكلوا هالقد كمية. صحيح. المضاعفات يمكن يصير في اقياء زيادة، خلينا نحكي عن هاي المضاعفات وليش بتصير عند اشخاص محددين. صحيح. حنبلش نحن حنعتبر المريض، بدينا نحكي على مرحلة ما بعد العمل الجراحي. أوكي. إذا بدنا نقول هيك ما بعد العمل الجراحي في عنا مضاعفات، خلينا نقول نفسية، مضاعفات داخلية فيزيولوجية، مضاعفات خارجية. المضاعفات نفسية شو قصدي فيها؟ مضاعفات نفسية المريض بيكون ما قبل العملية متعود يأكل خلينا نقول بشراهة وبكميات كبيرة، ففجأة رح يلاحظ نفسه أنه ما عاد يقدر يشرب قد ربع كاسة عصير بكل اليوم، فأحياناً بتنعكس حالة نفسية عند الشخص. اكتئاب كبير، وفي منهم بيكونوا عم يعوضوا الحالة النفسية عندهم بالأكل، فهالموضوع عندهم عدم كونه صار الجسم، العملية هي أساساً أنه يعتمد الجسم على غذاء نفسه، فبالتالي ما حد يقدر يأكل خارجي أي شيء. فهي بتعمل مشكلة نفسية. لقدي وقت تقريباً قدي وقت جسم فيه يعود؟ في أحياناً أول شهر للشهرين يدوب على نص كاسة عصير.
لتتوسع المعدة شوي شوي ليبلش يقدر يأكل أكثر. نعم دكتور، خلينا نحكي عن الجانب الآخر المعاكس للجانب اللي حكينا فيه، إنه نحن ما رح ننصح بالعمل الجراحي كونه العمل الجراحي خطير. متى يتطلب العمل الجراحي؟ أحيانا السمنة الزائدة بتعمل مشاكل للقلب، بتضغط على القلب فبيصير إجباري بدنا نفوته على العمل الجراحي. ففي جانبين، يعني خلينا نحكي عن هذا الجانب. أكيد أكيد، نحن مثل ما ذكرنا بالبداية أنه كل حالة ما فينا نحن نحكي بالعموم تماماً. بمعنى كل مريض بدنا ناخده على حدة وتم دراسته كملف خاص، وزنه، حالته العامة، حالته النفسية، طبيعة الأكل عنده. نعم. هلأ هذا كله ممكن بالنهاية يكون القرار بالمجمل أنه جراحة تماما، يعني ما في خيار تاني. مثل ما ذكرتي حضرتك، مشاكل السكر، مشاكل القلبية الموجودة عنده. نعم. قصور التنفس إذا كان موجود، هاي كلياتها ممكن ياخذ القرار طبيب الجراح طبعا، وفي مشاركة مع طبيب التخدير ومع طبيب القلبية. نعم. كمان في استشارات بدها تكون موجودة حالي. يكون القرار بالمجمل أنه لا، إذا عمل جراحة حيكون أفضل له فيما بعد. فلذلك هو كل حالة على حدة، لكن في حالات كتير، ويمكن هلأ بالوقت هذا أنه صارت موضوع الغير مثل ما ذكرتي حضرتك، أنه لا أنا شفت فلاني عملت العملية وشفتها صارت كتير جسمها حلو ونزل وزنها، بتكون عاملة حمية ومليون شغل. لكن لا، ما في النقطة الأهم، بس أنا الشخص هاي أو فلاني أنا ما شفتها من سنة، فهي شو عانت بهالسنة أنا ما بعرف. صحيح، هاي نقطة. نعم. كتير مهمة دكتور. يعني كتير يمكن صارت موضة أنه الوحدة تلعب بجسمها، تكبير تصغير نحت. صح. وعم يلجأوا لدكاترة للأسف غير مختصين بالجراحة، هنن دكاترة تجار خلينا نحكي، وفاقدين الضمير كليا، ومن هاي الناحية عم يصير مضاعفات كمان أيضا. خلينا نحكي عن أهمية اللجوء إلى الطبيب المختص في حال وجود عمل جراحي وليس طبيب هو ما صحيح. ما بيفهم شيء بالجراحة. حقيقة نحن حنحكي بالعموم، يعني نحن كلامنا مو موجه تجاه أي حدا، لكن هو توعية للناس بالدرجة الأولى. ما علي، يا ريت. أما الخيار الثاني بالنسبة للأمور الجهات الرسمية كنقابة ووزارة، هي بتتابع بالنسبة كاختصاصات. صحيح. بالمجمل في بعض أمور تجميلية هي مشتركة بعدة اختصاصات، بمعنى في أمور أحيانا تجميلية مشتركة بين الاختصاصات الأذنية أو الجلدية أو الجراحة التجميلية. لكن هذا الموضوع من هون عم يكون في عامل مشترك، يعني عم يكون في باقي الاختصاصات أنه لا يلا أنا بتوسع أكثر بالموضوع، طالما ما في عندي أنا شي رادع على إلي، أوكي أنا طبيب إذنية بقدر أشتغل على البطن، بقدر أشتغل على عم يكون في هذا الشيء. مثل حتى الطبيب اللي بيحقن أحياناً فيلر أو بوتوكس أو أي شيء، بيقولك هي غزة إبرة. صحيح. لا، هي ما أنا غزة إبرة أبداً. صحيح. هي مو مشكلة بضرب الإبرة بقدر ما هي مشكلة بأخذ ياسات الوج، كمان حتى بضرب الإبر صاروا يلا أي نحن بنضرب إبرة بالعضل فصار تماماً. صح. صاروا بالوجه. تعقيباً لكلامك، أنه حتى في مراكز تجميل كوافيريات وقصص عم يضربوا بوتوكس وفيلر. أيوة. هلا دائما هو مثل ما ذكرتي حضرتك مو موضوع ضرب ابره، موضوع سهل الممتنع، بمعنى صحيح. انا بدي اعرف تشريح لاعرف وين عم بضرب الابره، لاعرف شو بدي اعطي نتيجه، مو موضوع انه انا لا يلا بفوت على اليوتيوب شوف كيف غزين الابر وبعمل. صار الموضوع هيك لهالدرجه. لذلك نحن نصيحتنا دائما للمراجعين انه انا كمراجع، طيب انا ضايع شو بدي اعمل، كيف بدي اعرف وين اتوجه، هذا نقطه كثير مهمه. هلا النقطه الاولى انه انا لما بدي ادخل على عياده، خليني اعتبر عيادة الطبيب، المنطقي والإجباري والقانوني أنه يكون في ترخيص موجود بالعيادة. صحيح. وهذا ملزم الطبيب أنه يكون معلق عنده على الحيط، فهذا الترخيص رح ينذكر شو الاختصاص، إن كان جراحة تجميلية حيكون واضح. هلأ ما في أي عيب أنه كمان المراجع يسأل الدكتور على الترخيص، أنه دكتور أنه شو إذا كان في مثل ما أنه أي منحة خجل، لا فهو حيكون موجود هذا الترخيص على عند الطبيب. نعم. المنحة الثانية هلأ صار الإنترنت كتير جيد، أنه أنا حط اسم الطبيب على جوجل. حلو. وشوف أنا اختصاصه شو هو، لانه في كتير تعليقات بتكون موجوده، وبيكون في اذا له موقع ولا ما له موقع للعياده او المركز. كمان بقدر اخذ فكره انا على الطبيب اللي انا بدي اروح لعنده. نعم. الناحيه الثالثه ممكن كتير انا دائما اذا في عندي قرار جراحه اني اتوجه لاكثر من طبيب. نعم. يعني دخلت انا على استشاره عن طبيب، ما ضروري اخذ الراي مباشره، لا خليني اروح عن طبيب ثاني وطبيب ثالث. هالقصة ما لازم الواحد ياخذ رايه بقناعه، لازم يستشير، مو مثل ما بيروحوا على محلات الثياب بيضلون ينقوا الثياب. صحيح. فلا ضروري انا المحاكمه مثل ما بيقولوا، انه انا بشوف طبيب واثنين وثلاثه وبعدين باخذ قراري، لانه بالفعل بالوقت الحالي في عنا، يمكن لانه موضوع التجميل موضوع صار يعتبر انه في منه مربح مادي بجزء. نعم. كثره المراكز التجميليه بالبلد، كل هذا خلى انه لا
ليش كمان خلينا نحن ندخل على الخط بهالمعنى. فلا صفا مين عم يكون الضحية؟ هو المراجع أو المريض. فنحن عم نحاول نعطي جزء معين من نصائح معينة يقدر يتوجه فيها، لأنه يقدر يعرف الشخص أو الدكتور اللي عم يروح لعنده مين هو هالدكتور. نعم دكتور راني، يعني كتير منتمنى دائما أي حدا بده يعمل شيء بجسمه أو بحاله يتوجه عند الطبيب المختص، ودائما يكون صحيح. عنده إيمان وإرادة. الإرادة هي كل شيء كمان صحيح. بالحياة. ميرسي كتير لإلك دكتور. يا أهلا وسهلا فيكم. شكرا لإلك الدكتور راني خرجو اختصاصي في الجراحة التجميلية، نورت صباحنا. شكرا كتير.